بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الجزء راح نبلش بالworking principle للـ AC machines. فكرة الـ AC machine كالتالي: احنا شفنا إذا في عنا قلنا stator، المشين بتتكون من two main parts اللي هو الستاتر وجواتها الروتر، تمام؟ في عنا magnetic fields تنتج من الستاتر، خلينا نحكي مثلا عنا north و south، ونفس الاشي عندنا ماجنتيك فيلد بنتج من الروتر. هسا فكرة انه عملية الحركة كيف بتصير عنا، انه فلنفرض مثلا الروتر حيكون مثلا هاي الساوث بول وهي النورث بول، بحيث انه نعرف احنا النورث بيعمل اتراكشن للساوث والعكس صحيح، تمام؟ فكل بول بروح على اللي هو الاوبوزيت تبعه. هسا احنا بدنا نحاول نعمل حركة في الروتر، كيف ممكن نعملها؟ إذا قدرنا نعمل روتاتينج ماجنتيك فيلد. شو معنى روتاتينج ماجنتيك فيلد؟ يعني الستاتر، الفيلد تبع الستاتر اللي هو هذا النورث والساوث، قدرنا نخليه يلف. ايش اللي حيصير؟ حيصير الروتر يلحق فيه، يعني حيصير لما مثلا هذا يصير النورث هون والساوث هون، بصير بلف الروتر بهذا الاتجاه، بحيث انه الساوث ينجذب للنورث والنورث ينجذب للساوث. فهاي هي فكرة الروتاتينج ماجنتيك فيلد. كيف حننتجها؟ حننتجها عن طريق طبعا AC سيستم، اللي هو 3 فيز سيستم، بحيث انه اللي بنعرفه كلنا اللي هو currents with the same magnitudes but the phase shift between them 120 degree. ف هون عندنا اللي هو زي ما حكينا، اذا بدنا نعمل طريقه بحيث انه الماجنتيك فيلد تبع الستاتر والروتر، بحيث انه التورك اللي induced على الروتر بيخلي الروتر يلحق to chase the stator magnetic field. يعني اذا قدرنا نعمل rotation للستاتر magnetic field، ساعتها بنقدر نعمل انه الروتر try to chase the stator magnetic field. فزي ما حكينا، السؤال انه كيف بدنا نعمل الستاتر يعطينا rotating magnetic field. فخلينا زي ما حكينا نشوف عنا الـ 3 set of currents اللي إلهم equal magnitude والphase shift between them 120 degree. طبعا هذولا بدنا نعملهم خلينا نحكي flow in 3 phase winding، يعني بكون في عنا 3 phase winding. هذولا الـ windings أو الـ coils موجودات 120 درجة apart، يعني هاي الـ 120 درجة هي فعلية ميكانيكال، يعني كمان شوي بنشوف الصورة، وبيمشوا فيهم كرنت اللي هو الفيز شيفت تبعهم 120 ديجري. فخلينا نشوف كيف الفكرة. إذا لو في عنا ستيتر زي ما احنا شايفين بهاي الصورة، بحيث إنه في عنا الزاوية بتوين الفيز، هاي الزاوية الميكانيكية، الزاوية بين الفيز A و B مثلا 120 درجة، بين B و C 120 درجة and so on، وبين C و A 120 درجة، هاي الزاوية الميكانيكية طبعا. وفي عنا الكويل اللي هو زي ما اخذنا، مثلا عنا A برايم، B B برايم، و C C برايم. فهذول هم الكويلز، هذول اللي حيمشي فيهم كرنت الفيز ديفرنس بتوين ذم 120 درجة. طبعا الافتراض انه الكرنت انترينج الجزء اللي بدون برايم مثلا A، و going outside of A برايم. نفس الاشي مثلا الكرنت حيكون انترينج B و go out of B prime. فحسب قاعدة اليد اليمنى، لو أجينا الكرنت قلنا entering ب A و going out of A prime، فلما تعمل curl يعني تعمل اتجاه أصابعك يلف من A ل A prime، إبهامك لليد اليمنى حيكون بيأشر هذا الاتجاه. فهذا هو الماجنتيك فيلد intensity، تمام، اللي هو تبعت اللي ناتج عن الكرنت اللي حيمشي ب A ب A prime. لو شفنا الكرنت اللي حيمشي من بي زي ما حكينا بي اكس اللي هو داخل بي وطالع بي برايم، فحيكون يعطينا ماجنتيك في هذا الاتجاه. نفس الاشي اعمل اتجاه دوران من بي لبي برايم اصابعك، طبعا الايد اليمنى الابهام حيكون بهذا الاتجاه، واخر اشي سي سي برايم حيعطينا بهذا الاتجاه. فاذا هاي الصورة بتفرجينا الستاتر وكيف عملية الكرنت اللي ماشي في الكويلز وكيف عملية الماجنتيك فيلز اللي تنتج عنا. طبعا احنا بهمنا انه نشوف النت ماجنتيك فيلد، يعني خلاصه الماجنتيك فيلد اللي حينتج عنا من الستاتر.
طبعا كيف حنجيبه؟ بدنا نجمع التوتال ماجنتيك فيلدز، يعني نجمع البي اي البي الناتج من الاي واي برايم زائد البي الناتج من بي وبي برايم واخر اشي من سي وسي برايم، وبيعطينا البي نت. طبعا كيف حنحسب هذول الكرنت الماجنتيك فيلدز؟ اول شيء بنبلش الكرنت، الكرنت بيساوي زي ما حكينا هم 3 فيز كرنت، فبالتالي اول شيء حيكون في عندنا الريفرنس وذ انجل 0، الماجنتيود تبعهم واحد اللي هو الاي ام، بس الفرق الفيز. طبعا البي حيكون ماينس 120 ديجري والسي حيكون ماينس 240 ديجري، هذا اللي كنا بنعرفه. حينتج من عملية الكرنت هذا حينتج عندنا اللي هو الماجنتيك فيلد انتنسيتي اتش، قيمته اتش ام له برضه نفس، طبعا طالما الكرنت ذا سيم ماجنتيود فالماجنتيك فيلد انتنسيتي حيكون لهم برضه ذا سيم ماجنتيود اللي هي اتش ام، وحيكون ساين اوميجا تي وذ انجل 0. تمام، طبعا هاي شو الانجل 0 اللي هي زي شفناها هون، ال اتش اي اي برايم وذ انجل 0، اتش بي بي برايم وذ انجل 120. تمام، ليش هاي الزاويه 120؟ واحنا لما نمشي كاونتر كلوك وايز بتكون بوزيتيف، وهاي الزاويه 240. فننتبه انه هذول مش الكرنت، هذول الفيزيكال انجل او الميكانيكال انجل، خلينا نسميها الميكانيكال انجل او الفيزيكال انجل، هي 120. تمام، فهاي مش نفسها، يعني ننبه عليها، هاي 120 وهاي هون ماينس 120 متعودين عليها. الكرنت الزاوية ماينس 120 لكن الفيلد زاويته 120. نفس الاشي بنطبق على سي سي برايم، الكرنت تبعه الزاوية تبعته ماينس 240 لكن الاتجاه للماجنتيك فلكس انتنسيتي اللي هي 240. تمام، اللي هي موجودة عندنا هون، هاي 240 والكرنت اللي ماشي ماينس 240. اوكي، طبعا بعدين بدنا نحول من ماجنتيك انتنسيتي لفلكس دنسيتي عن طريق المعروف عندنا البي تساوي ميو في اتش، فبس نضربها في ميو فبتضلها. بدي ارجع اذكر انه هنا زاويه الكرنت ماينس 120 لكن زاويه الفلكس 120. تمام، هون ماينس 240 وهاي 240 وهذيك الثنتين زيرو بالنسبه للبي اي برايم. كتبنا هاي حولناها للبولر فورم، بس يعني كتبناها زيرو، يعني هاي عند اوميجا تي ايكوال زيرو، لما تكون اوميجا تي ايكوال زيرو الساين شو بصير؟ بيساوي زيرو، فالبي اي برايم حتكون تساوي زيرو. لما تكون الاوميجا تي زيرو بضل عندنا هون ساين الماينس 120، فاذا بي ام ساين الماينس 120 مع الزاويه 120، واخر اشي البي ام ساين الماينس 240 وذ انجل 240. فهاي اخذنا عند تايم اوميجا تي ايكوال زيرو. خلينا ناخذ طبعا البي نت مجموعهم، لما نجمع هاي الارقام مع بعض، اوكي هاي موجوده هنا، لما نجمعهم مع بعض يعني بنعرف مثلا الساين الماينس 120 هو ماينس سكوير روت 3 اوفر 2، تمام، وذ انجل 120، وساين الماينس 240 هي بلس سكوير روت 3 اوفر 2، طبعا هاي مع زاويه 240، فالنت بيطلع عنا 1.5 بي ام اللي هي الماجنتيك فلكس ماكسيمم فاليو، يعني ماينس 90 درجة. هاي لما تكون الزاوية او الاوميجا تي ايكوال 0 ديجري. الان لما تكون الاوميجا تي تساوي 90 ديجري نفس الفكرة، نعوض بدل الاوميجا تي، يعني بنعوض هنا بدل الاوميجا تي نحط 90 درجة ونشوف. طبعا البي ام ساين 90 حتكون 1، وساين الماينس 130، وهنا ساين اللي هي 90 ماينس 240. فلما نعوضها بيطلع بي ام ماينس 0.5 بي ام وذ انجل 120 وماينس 0.5 بي ام وذ انجل 240. طبعا هذول يعني جاهزات بعد ما عوضنا قيمه اوميجا تي ايكوال 90. البي نت تطلع معنا 1.5 بي ام وذ انجل 0، فالماجنتيود تبعتها از ذا سيم، بس شو اللي تغير؟ تغيرت الزاويه، كانت ماينس 90 هنا صارت هنا 0 ديجري. طبعا لو اخذنا الاوميجا تي مثلا بعديها 180 حيطلع الماجنتيود از ذا سيم والزاويه بتلف. فاللي بصير عندنا فور ديفرنت فاليوز، يعني هنا مثلا
زي ما حكينا عند اوميجا تي ايكوال 0 طلعت وذ انجل ماينس 90، البي ام هي كونستانت اللي هي 1.5 بي ام وذ انجل ماينس 90، لما اوميجا تي ايكوال 90 صارت وذ انجل 0 والماجنيتيود تبعها از ذا سيم 1.5 بي ام، اذا الماجنيتيود از ذا سيم بس بفرق الروتيشن. لما ناخذ زي ما حكينا مثلا كمان 180 درجه حتصير مثلا زي هاي بهذا الاتجاه بينت الماجنيتيود تبعها واحد وبصير الزاويه مثلا 90 ديجري اند سو اون. ف بنقدر اذا نثبت انه هذا الماجنتيك فيلد اللي ناتج عن 3 فيز كرنت موزع بهذا الطريقه، موزع بزوايا 120 درجه ميكانيكال زي ما احنا شايفين مثلا A و B بيناتهم 120، بين A و B 120 درجه، بين B و C 120 درجه، ونمشي بهذول الكرنت قيمته او 3 فيز كرنت الفيز شيفت بينهم 120 درجه، نتج عندنا ماجنتيك فلكس بلف بدور مع اوميجا تي. تمام، اذا at any time the magnetic field will have the same magnitude اللي هي 1.5 bm and it will continue rotate at angular velocity اوميجا، بتطلعها بتلف بسرعه اوميجا. الان حنحكي عن العلاقه between electrical frequency and speed of the magnetic field، يعني شو علاقه الاوميجا مع السرعه اللي بلف فيها الماجنتيك فيلد اللي هي مثلا هون اسمها WSM. تمام، هاي السرعة اللي بلف فيها الماجنتيك فيلد. فإذا الفيجر هنا شو روتيتنج ماجنتيك فيلد في الستيتر كان بي ريبريزنتد از ا نورث بول اند ا ساوث بول، طبعا هذول النورث بول والساوث بول روتيتنج يعني مع الكرنت مع الاي سي كرنت اللي بيدور عندنا، النورث بول والساوث بول ار روتيتنج. طيب ذا ماجنتيك magnetic poles complete one mechanical rotation، كل لفة عنا لما تلف السايكل كاملة، يعني مثلا احنا هاي مثلا فيز A بعدين فيز B مثلا بعدين فيز C، لما نلف نمشي واحدة سايكل واحدة بكون الروتيشن لف سايكل عنا. تمام، اذا لما نمشي سايكل بكون عنا يعني هاي بنسميها electrical cycle. تمام، بكون عنا صار عنا one mechanical cycle. فبالتالي the mechanical speed rotation of the magnetic field اذا بنقيسه بالريفوليوشن بير سكند يعني لفات بير سكند هو نفسه الفريكوانسي ان هيرتز، لانه الفريكوانسي شو بتساوي انه كم سايكل عندنا في السكند، كم سايكل عندنا الفريكوانسي شو تعريفها كم سايكل في السكند، والريفوليوشنز اللي هي كم لفه، احنا قلنا كل سايكل مقابلها 1 ريفوليوشن، فبالتالي اف الكتريكال تساوي اف ميكانيكال. تمام، وطبعا بنقدر نحول من الاف للي هي الانجولر فيلوسيتي اللي هي راديان بير سكند، اوكي اللي هي 2 باي يعني مضروبها في 2 باي وبتصير راديانز بير سكند. تمام، هاي الاوميجا ميكانيكال والاوميجا الكتريكال متساويات. طبعا هذا اذا كان عنده زي ما احنا شايفين هنا عدد البولز 2. تمام، هذا كان 2 بولز. طيب لو اجينا لقينا طريقه انه نزيد عدد البولز، تمام، لو بدنا نزيد عدد البولز بحيث انه نخليهم مثلا بدل 2 يصير عندنا 4، كيف بدنا نعملها؟ خلينا نطلع مثلا احنا هون نحشر هذول السته مثلا بالنص ونعمل سته غيرهم، يعني نضاعف العدد بحيث انه نضاعف عدد البولز اللي بنتج عندنا. مثلا احنا مثلا A و B كم كانت عندنا الزاويه بيناتهم؟ كانت 120 درجه، فخليها مثلا 60، وبدل B و C يكون مثلا عندنا 120 درجة خليهم 60 درجة. ال A وال A برايم الزاوية كانت 180 فخليها تصير 90 and so on. فبدل ما يكون في عندنا زي ما احنا شايفين هنا بس 2 بولز، من نحاول نعمل 4 بولز. فهذا اللي هو الحكي اللي موجود عندنا هنا، يعني في ال 2 بول كان عندنا بس 6، خلينا نخليهم 12. تمام، والطريقة زي ما حكينا مثلا طبعا نسميهم A1 B1 C1 بعدين A2 B2 C2. فمثلا حكينا بين A و B كم كان عندنا؟ كانوا 120 درجة، فنخليهم 60 درجة، هاي 60 درجة. وبين A1 و A برايم كانوا 180 خليهم 90 درجة. نفس الاشي بين B1 و C1 كم كان عندنا؟ كان 120 خليهم 60. وبين انزل شوي هون، وبين B1 و B1 برايم صار عندنا 90 درجة. طبعا كل واحدة من هذول 30 درجة، يعني كل
المسافة أو الزاوية بتوين كل سلوت هون شايفينها والسلوت اللي بعدها 30 درجة، تمام؟ and so on. يعني ناخذ آخر مثال، مثلا كنا نحكي الزاوية بين B1 و C1 كم كانت؟ خلينا نرجع على الصورة الأصل القديمة. المسافة أو الزاوية بين B و C كم كانت؟ 120 درجة. هسه لازم كان C 60، فهي B وهي C1، تمام؟ بين C1 و C برايم اللي هي 90، فهي 30 60 90 and so on. فإذا هنا زدنا عدد الوايندينجز، فبالتالي صار في عندنا بدل 2 بولز صار عندنا 4 بولز، اللي هو هي نورث ونورث وساوث وساوث. طبعا الزاوية كانت بين النورث والساوث، نرجع هنا، الزاوية بين النورث والساوث كم كانت؟ 180 درجة، لتصير 90 درجة. يعني بدنا نمشي هنا، هاي النورث والساوث 90 درجة، بعدين كمان 90 درجة، الآن 90 درجة، أوكي؟ فصار في عندنا 4 بولز. طبعا هنا هذا قلنا simple 4 pole stator winding وال resulting magnetic poles. طبعا بهذا ال windings ال pole moves only halfway around the stator لكل electrical cycle. كل electrical cycle بطلت الحركة صارت كاملة، صارت لا بيمشي نص الحركة، لأنه زي ما شفنا الزاوية كانت بين ال poles 180، صارت الزاوية قديش؟ 90، تمام؟ وين كنا؟ أوكي. فإذا البولز موف هاف واي اراوند ذا ستيتر فور ايتش الكتريكال سايكل، فبالتالي الكتريكال الزاوية الكتريكال صارت ضعف الزاوية الميكانيكال، تمام؟ إذا الزاوية الكتريكال ايكوال 2 ضرب ثيتا ام. فطبعا من هذا الكلام نقدر نحكي نفس الشيء، الفريكونسي الكتريكال حتكون ضعف الفريكونسي الميكانيكال، ونفس الشيء للراديان، للراديان اللي هي راديان بير سكند، للالكتريكال تساوي ضعف الراديان بير سكند للميكانيكال. فاذا بدنا هذا اذا كان عندنا اربع بولز، لو كان عندنا عدد بولز اكثر يعني قدرنا برضه نزيد البولز اكثر، ف ان جنرال بنقدر نحكي انه ثيتا الكتريكال تساوي بي اوفر 2 في ثيتا ميكانيكال. فلما كانت بي ايكوال 2 كانت ثيتا الكتريكال تساوي ثيتا ميكانيكال، لما بي ايكوال 4 صارت ثيتا الكتريكال تساوي 2 ثيتا ميكانيكال. لو كان مثلا عندنا 6 بولز 8 بولز نفس الشيء. طبعا وبنعرف احنا الاف ام شو بتساوي؟ بتساوي number of revolutions per second، تمام؟ تساوي ان ام اوفر 60، بحيث انه الان قلنا هي number of rotation، فبالتالي بنقدر نحكي انه الالكتريكال فريكونسي شو بتساوي؟ بتساوي ان ام على 120 ضرب بي، تمام؟ الالكتريكال فريكونسي بتساوي ان ام على 120 ضرب بي. فهاي بس يعني احنا اللي عوضنا هنا، بدل اف ام عوضنا اللي هي ان ام اوفر 60، تمام؟ فالاثنين ضرب 60 صارت 120، والان ام هم نمبر اوف ريفوليوشن بير مينت، طبعا هاي الان ام بير مينت اللي هو ريفوليوشن بير مينت، تمام؟ فهاي اللي بتعطينا العلاقة بين الالكتريكال فريكونسي، النمبر اوف ريفوليوشن بير مينت، وعدد البولز. فكل ما بزيد عدد البولز، تمام، اذا نفس الالكتريكال فريكونسي ريفوليوشن عدد الريفوليوشن بير مينت شو ماله؟ بقل، تمام؟ اذا كل ما بزيد عدد البولز فور ذا سيم الكتريكال فريكونسي، اوكي، كل ما البي بتزيد وهاي ضغط كونستانت، هذا معناته انه ان ام ايش؟ جوز داون. طب اذا نعكس اتجاه الدايركشن للروتيشن، بنبدل تو كرنتس. يعني لو بدلنا البي والسي، الكرنت اللي ماشي في فيز بي ودول سي، يعني صار فيز بي هو ماينس 240 وفيز سي ماينس 120. لو مشينا فيها واخذنا نفس الشيء الفيزر، يعني الفيزر فاليوز او البولر فاليوز، واخذنا الاكس بارت لحال والواي بارت لحال، بيطلع عكس اللي هو اللي اشتقيناه هناك. هناك اللي اشتقيناه كان ماينس، تمام؟ كانت البي توتال 1.5 ام ساين اوميجا تي ماينس 1.5 ام كوساين اوميجا تي. هون اللي حيصير بلس، تمام؟ هون اللي حيصير بلس. طبعا الاشتقاق هذا موجود في الكتاب، بس خلص بفرجيكم اياه.
في الكتاب في عندنا بشابتر 3 اللي هو البروف اوف روتيتنج ماجنتيك فيلد، طبعا نفس اللي عملناه يعني اللي هو الاي اي برايم بي بي برايم اند سو اون، وهي الزوايا اللي هو 0 ماينس 120. طبعا زي ما حكينا ننتبه انه في زاويه للكرنت وزاويه اللي هي الفيزيكال يعني، وماينس 240. طبعا هاي اذا اخذنا الاكس كومبوننت لحال والواي كومبوننت، طبعا الزيرو هاي كلها ريل بارت، وهنا او يعني اكس كومبوننت هاي حيصير 120، فلا حيكون جزء ريل بارت وجزء ايماجينري بارت، واخر شيء اللي هي 240 نفس الشيء جزء ريل بارت وايماجينري بارت. بنجمع الريل بارت لحال اللي هو الاكس، والايماجينري بارت لحال اللي هو الواي، وبنطبق قواعد المثلثات، فبتطلع عندنا البي نت. طبعا هذا الحكي مش مطلوب منكم، بس يعني بدي افرجيكم من وين اجت الشغله. يعني البي نت ايكوال اللي هي 1.5 بي ام ساين اوميجا تي ماينس 1.5 بي ام كوساين اوميجا تي. فقلنا اذا بدنا نعكس الريفرس اوف دايركشن، بس خلينا نبدل اللي هو اللي هم هاي تصير البي مع الزاويه ماينس 240 والسي مع الماينس 120. يعني بس هون هاي تصير 240 ماينس 240، وهاي تصير ماينس 120. فاذا مشينا فيها بنفس الخطوات هاي، بس اللي حيصير بدل الماينس هاي حتصير بلس. فهيك احنا بنفرجي انه اذا عكسنا اي مش ضروري بي وسي، يعني اذا عكست اي وبي او عكست اي وسي، اي اثنين اخترتهم وعكستهم انت ممكن تعكس الاتجاه الدوران. تمام. اوكي، فبس هذا يعني اللي حبيت افرجيكم اياه. نرجع للنوتس. فاذا عمليه الريفرسنج للماجنتيك فيلد هي بتبديل اي تو كرنتس، فالبوزيتيف دلتنا انه صار في عندنا اللي كانت هون نيجاتيف اول شيء صارت بوزيتيف، دلتنا انه انعكس اتجاه الروتيشن. ويعطيكم العافيه.